ولنقاش ملف التفجيرات التي شهدتها ساحة الطيران ببغداد اليوم والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم ومرحبا بمشاهديكم الكرام. أستاذ مصطفى، انطلاقا من الحصيلة الثقيلة التي خلفتها تفجيرات اليوم، ما خطورة عودة هذا النوع من التفجيرات للعراق في ظل الغضب الشعبي المتزايد تجاه الحكومة والعملية السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرسل خالص التعازي وصادق مشاعر المواساة لعوائل الضحايا من الشهداء الذين سقطوا في هذا التفجير الإرهابي الإجرامي، ونرجو الشفاء العاجل للمصابين والجرحى. هذا التفجير باعتقادي يأتي لإثارة فتنة طائفية في العراق، يعني لأن جميع الوسائل التي اتبعت لإخماد ثورة تشرين المجيدة فشلت، ولذلك جاء هذا التفجير ليشعل أو ليسعى القائمون به، الإرهابيون القائمون به، أيا كانت هويتهم وأيا كانت أيا كان القناع الذي يرتدونه، يسعون إلى إثارة فتنة طائفية. والدليل على ذلك هو ما بدأت الأبواق الطائفية السيئة والواضحة أنها مجندة لهذا الغرض فور يعني تنفيذ هذا هذه العملية الإجرامية. بدأت هذه الأبواق الطائفية بالإشاعة على أن يعني المنفذ هو من السعودية، وهو بالتالي يحمل أفكارا بعينها وينتمي إلى فئة مذهبية بالتحديد. هذا المقصود هو إثارة فتنة طائفية، والذي يحدث الذي يشاهد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات هذه الأبواق المسيئة يجد ويفهم جيدا هذه الأبعاد التي تحدثت عنها. وهذا بالطبع لا ينفي كل التفسيرات الأخرى وإنما قد يتضمنها أيضا. في اعتراف سابق لقاسم الأعرجي وزير الداخلية السابق، قال إن القوات الأمنية كانت تمرر العمليات الإرهابية لتوريط بعض العناصر. إلى أي مدى ينطبق هذا التصريح على ما حدث اليوم في ساحة الطيران من خرق أمني واضح؟ قاسم الأعرجي الذي عمل في فيلق بدر الذي يسميه العراقيون فيلق قدر، وقتل العراقيين وقاتلهم، يفهم جيداً، وهو إذا كان قد أعلن مثل هذا التصريح فهو كلام دقيق ويعني من شخص يتحمل المسؤولية عنه. نعم، هذه العصابات التي تتحكم بالعراق تمارس كل العمليات الإجرامية، وقد تجردت من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمبدئية طبعا، ولا صلة لها لا بالعراق ولا بشعب العراق ولا بمصالح العراق ومستقبل العراقيين، وبالتالي فهي تنفذ هذه العمليات وليس تمررها فقط. هذه عمليات إجرامية تنفذها الأذرع الإيرانية التابعة للعدو الفارسي الذي يريد أن ينفذ مشروعه في العراق، حتى لو كان هذا المشروع لا بأس أن تدفع قوى عراقية أو جهات عراقية، ولنكن أكثر وضوحا من شيعة العراق، تدفع أثمانا لتحقيق هذا المشروع الفارسي العنصري الطائفي الإرهابي التوسعي الذي تسعى إيران عبر وسائلها وأذرعها كافة إلى تحقيقه، ليس في العراق فقط وإنما في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي الخليج العربي، وتمتد إلى مناطق أخرى. نعم، تحدث رئيس الجمهورية برهم صالح عن استحقاقات وطنية كبيرة تسعى الجهات الظلامية كما سماها لاستهدافها، ما طبيعة هذه الاستحقاقات التي يقصدها برهم صالح في ظل استباحة الدم العراقي وسقوط عشرات الأبرياء اليوم؟ هو يقصد الانتخابات، ولكن الاستحقاق ولا يعني الاستحقاقات الوطنية الحقيقية التي يجب أن تتحقق بحماية العراقيين وصيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هذا لا يضعه برهم صالح ولا أركان عصابة المنطقة الخضراء بكل تسمياتها،
سنيها أو شيعيها أو كرديها كما يسمون، لا يضعونه في الحسبان. هو ما يضعونه في الحسبان فقط كيف يمررون هذه المسرحيات البائسة برؤوس العراقيين وبدمائهم وبأموالهم وبسرقة مستقبل أولادهم من خلال الحديث عن الانتخابات وعن الديمقراطية. أي انتخابات يمكن أن تجري وأنهر الدم تسيل في العراق في بغداد اليوم، وقبل ذلك منذ ثورة تشرين على الأقل أكثر من 14 شهرا تسيل فيها دماء العراقيين، يغتال فيها الناشطون، يختطفون، يعتقلون بأوامر قبض، يعني يعرف الجميع كيف أنها مزورة وكيف أنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة وفق ادعاءات كاذبة. والمخبر السري أيضا، الميليشيات تسرح وتمرح، العراق يعني خزينته خاوية على حافة الإفلاس، بل هو مفلس فعلا ويقترض لسداد رواتب موظفيه. كل هذا الواقع المأساوي في العراق لا يمكن أن تتحقق فيه انتخابات. الانتخابات تتحقق في أجواء سليمة ووفق قوانين سليمة، و يعني في دستور يكتبه العراقيون وليس يكتبه الصهيوني نوح فلدمان ويبصم عليه أعضاء لجنة الدستور وأعضاء البرلمانات التي شكلت زورا وكذبا وتزييفا في العراق. الاستحقاقات التي يجب أن ينظر بها هذا المسؤول أو ذاك هو كيف يصون دماء العراقيين وكيف يصون أموالهم وكيف يحقق مستقبل أولادهم بشكل مشرق وأفضل. على صعيد آخر، وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين قال إن استمرار التوتر الإقليمي يؤثر على أمن العراق. برأيكم من المنوط به نزع فتيل هذا التوتر في المنطقة حتى تهدأ البلاد ويأمن المواطن العراقي؟ الكلام عن توتر إقليمي الحقيقة ما لم تسمى الأشياء بأسمائها لا قيمة له. التوتر الإقليمي غير موجود في هذه المنطقة إلا على يد إيران وعلى يد عملاء إيران، وما ترتكبه إيران من محاولات إجرامية بل من مخططات إرهابية في كل المنطقة. هذه الأذرع الإيرانية التي تريد أن تشعل العراق خدمة للمشروع الفارسي العنصري التوسعي هي التي تثير الأزمات الإقليمية والدولية، والتي تعبث بمستقبل العراق، بواقع العراق وبمستقبله، بل وتقتل أبناءه. الذي يريد أن يحقق أمنا واستقرارا عليه أن يحقق أولا عدالة، وهذه العدالة لا تعني العدالة القضائية فقط، وإنما عدالة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولا يهمش المواطنين ولا يجتثهم ولا يمنع أرزاقهم. وبالتالي العدالة هي من تحقق مستقبل أفضل للعراق، والعدالة تتطلب إزاحة كل هذه الطبقة الإجرامية الفاسدة التي جاء بها المحتل الأمريكي والإيراني للعراق بكل شخوصها ورموزها وقوانينها وإجراءاتها وآلياتها ودستورها. هذه هي مباعث الأزمة الإقليمية، إيران وأذرعها الإرهابية والاحتلال الأمريكي للعراق وما أسفر عنه من كل الفوضى المقصودة في هذه البقعة الجغرافية. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر سكايب.